حالات أمني إسبدش وقبلها مسلمات كسفر قدو عدب كلا كل مين وضدوا النبطاي ومقال الأسعاء النبطاي وتكتجع النبطاي وح محرم الله ما شرديه لو ما نباهنو لا في عمرة ولا في حج ولا في سفر تجارة أي سعداء الكستة ويسفر كران لبدا الحديث يا حديث ربنا بابك كتمت مسألة سيئات وقه الله يعني إنها وين إذا الله قالين سفر وحلا يجاهدو عرف قال له عين ليه رابع نصوم الرأي عرف يدقن كمسلمين تلوح وح سفر لا يجاهدو إنها وين أسفر كرين أيضهم أسنلس عن النمان جين هي حديث وقه الله يا وفر ربنا علوم مرك آد بمسألة وقه الله ومسألة ربنا دمر كمسلمات كي ما أنت الدنيا تشكر آد وقول رفاتين سعودان كي تنقلات كي بابطي إيه ماشي الله صبرنا خرج العقبة الله يسكر ربا قواد إنا يسرد ملك حن مناته وضل أي شوكته أما مقالة شوكته محرم أنت كيري سنة مددير كوقات محرم كهذا تجد يا العق يا سفر يا بكت ما يلقى ربا الله غيابه وليس أبدا باكرة حديث المركة دور بسرانة تلمامة إنا أنت أنا كتقين بابك مثل أنت أبي يقدم بيسا وبي يقدم بها خير وي إيه حج كسفر إيه سفر كحج إيه عمرة ذا إيه سفر الهجرة ولقى صور ربا أحاديثا نهي كذا ولقى صور ربية معايا العلماء حكو إجماعين هواني مسلمة ذا هذي دل قالكو إسلامتو قال بياهي ودن بيشوكت قال إليين دينك إسلام كيسوق شيء حرية دي أمن دينينا مهشو عليس يا خطر بي الله كولانتي ويهجرون كرتا بدون محرم باتفاق المسلمين قبلنا أيضاً ويجرون كرتا تطبق قرطبة إسكومر كرتا إلى أي كتجيسو دل إسلام وينفت هذه الدين كده أقوى من نقطه وأنا مسألة إجماعية نهي جا أحاديثنا والجسور ربيا قضية داس كصاب سن هجرة قبلنا مسلم دا إكسو يجرون إذا بلد قالوا ويخطر قدر ينتي هذا إذا بلد إسلام أمانيو دين أي كفليسو توصلفنا إلى تاي وحصوها ضي أو كلا أو لمدة هؤلاء إذا خطر أيضاً هجرونين ماشي شوكتين خطر وقع عبسطين نفط هذه مال كذي الدين كذي إن خطر لو قليه محرم نووي ذي مركا وعرري كرتا نوريبا نفط لو كانوا الدين كذي نفط هذه مال كذي أي كنا بتقليه وذي قارسية بنباس إلي وقت كنا بتقليه سوي صفر كرتا بدون محرم مركا أيضاً هذا محرم عشان واخير حج كواجبك أي عمرة واجب ذا أيضاً وحلو بدن هنا لو شردين محرم أن لو شرط شافعي صاز كتجين مالكية صاز كتجين أو زعيب صاز كتجين واسد اللو بدية حنابلة هي حنفية ذات سكوت دبا وكذا محرم كشرطي إيه أنت وحائدير نصوصا بنا أنك هذا طالع عط إيو معناها نصوص تأيّا حقوق القرآن صدا أو حق عيد الأورنجر موحار لازم اتباع الألفاظ مسوى حال حواجب مراعاة المعاني وحلا إذا ما يشوك كجرا وإذا دا وحي قرآن صدا ينوي حقوق إيش كمودن شافعي أبدا أو بكر القفالة الشاش وكمدي هاي أبو الحسن الرياني وكمدي أبو المحاسن الرياني كمدي هاي جماعة من الشافعية بل شافعي بل قسوا قورية وحيلين شافعي أيها أنا قصة حبا أم ملايني وحيلين أحاديثا وحيقص والحديث على أصله هي أمن ويقص ليس أنت قضية وحنا بقول أدي دنيا هاي دمر واهيل بسل أمن وحيل جواليتي جوار مسلمة وكل يث فرتين وابيلة رواية أدوين كفرديه هي موريانتي عربيت إنما أنا لك عب سنين بابطنا جاهلية بأولي دويت خطر بكثرة واهيل بسل أحاديث السداسة الله قد نقمي هذه حالات أمني أو حنجرته أو دمركو خطر قليا هذه حالات أمني إسبدشو وقبلها مسلمات كسفر قدو عدب كلاكو الميني أو وضدو النبطاي ومقالة أسعاء النبطاي ويتكتغاء النبطاي وح محرم الله ما شرديه لو ما نباهنو لا في عمرة ولا في حج ولا في سفر تجارة أي سعداء الكستة ويسفر كران وشرط السلامة والأمن شرط هو سلام ينبت قلية أمان بشرط هذه خطر جرتو أم حق أمنك إيا بيله ضوضية ضيع عضان حديثنا الغرغم على الفاضية هذه أمن جرنا مراعاة المعاني بان راعينا شافعيدو رأيي قبان بان إلى حق بان لماذا؟ لبا الدليل إلا إطلاقه وحال لازم اتباع الألفاظ نوا خطأ من حيث الأصول إن لا يداد وحاش وحال لازم مراعاة المعاني في جميع المسائل وخطأ معناها الدليل وحوجين أيه أيا وناكسين لتعقليه معناها الشافعي ذو الشيئين الدليل حوجين يساجر تمالك يبضن أي حد هيك محاكم ذا حديث كيف صحيح البخاري باكمده والنبي عليه الصلاة والسلام وحادعي الدون توض أركي الدون تأدون كنتون نبض نوقضه إنه يقبر مسلمة حيرة كسو حجده حيرة وعراق ضرف كذكالي إنه حيرة كسو بحضه أيضا أسعط البيت كإلهي وكلي قيدة ونكبقينين وحن كان رواء أي حين توقبقيسو حكاية حال كان النبي قوشي
أصالة حكاية الحكم لقما قاتي وقوع بيتوستاي، لكن مركي في سياق المدح، مدح والامتنان أي كتماد ودليل شرعية، ودليل شرعية نبغون قصدها وحوشي إن في سياق المدح والامتنان إن إسلامكم فافي دونه ديمها كأت كان دونه دونكم النبضين دونه إلى قبلها مسلمات كلهم أي سفرة. إذا النبي حوشي أمن هذه اللي هلو قبلها مسلمات كان سفر كران كاليغود ميا دي فانتي شافعيه مركب معها ان النصوص خلاف بياني معنى الدقيقه واذا فهم كرين بدكونا نبحينين بي قران سدي وحادير وكحوجينيا في صحيحين امهات المؤمنين باحجيه في خلافه سيدنا عمر ايوه وحمرهم لسعود يقول سقاله اما سيدي دي حجيه سيدنا عمر بانا فصحوا ارضي حجيه يجري رقي مركب واديقها وحاكم عبد الرحمن عوف باكمدها عثمان بن عفان بقى كمدها صحابة ورم بقى جوكتي وعمر كو خلافي مجرو عمر بقى إدمي صحابة ورم بقى كل راعي هو يمكن بحجي بدوني محرم لماذا ها لوجود الأمن ده قال هذا لوجود الأمن خلافة سيدنا معاوية يا يقو هذا سيدنا حجيين مغيرة من شعبة ملو جوكي كبحين أيضا بقدر واحجيين صحابة هوشة وحكو خلافي مجرو مرها إن صحابة داسي كل وضوحي خلاف النصوص تن مايا فهم كصحابة يفق جوده هي قصة هي حالة النبي وكور رمي قبر دحيرة كسو حجني زي بيت كله يتجي زي هي حديث كواكل الدوين حديث وحي كهل لأن أحاديث النهي وحي خاصة قطاي في حالة الخوف لحرمات المسلمات مرك الله بقيه عرض جاي حرمات كمسلمات هذا هو شو أمان تاي وان عبسي بدن جرين إلا نادرا وحاشقين يفقوا صحابته إيا قبل كسو حجين إيسي حيرة ولذلك الشافعية وحيدة وإما بشافعي أمك حتى كعدي قبل المسلمة دوي حجي كرتا وعمري سن كرتا بدون محرم محرم الآن هدي لصعوته جماعة مسلمة أو فربضان رقبضان وآمنوا أخياره أما دمر فربضان بقو سعودان أما دمر فربضان بأيكو سعودان ولاد مالك وحيد ونما يخلب كفانتين سفرك لقاها الله وسفرك دور روحي صدح الروح جماعه بدون بقول يا كنتون يا سديتن يا افرتن روح دين لا هي وبلد قوره هي بور سفر بما قبلنا وي حجي كرام وين سكون كرام بور اجنسيات رحلات تدواتن سديتن بقول روح سفريس حال سجوجيدا قبلها مسلمات كما انت الدنيا كنول بدون محرم بين سفر كرام على اصولنا الشافعيه لوجوده الامن غالبا ولالك هذه النين كذي يحال يو ولا يو أبتجد بابور كو قاضي أربوت وكسارة ديارة جو ديارة لو كفسنا كبر أربوت كله لقد دجن هوتيل بيدق النبات صور نقطي عليس كه لقد دايو قبلها مسلمات ك أحاديثنا هاللوفة مسيو فاهمين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالله توفيق.